بيحصلش كده، المنظومة كلها بايشة. فلكي نرضي الله سبحانه وتعالى لابد ال 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 احنا عندنا مثل فلاحي غلبان على قدنا، احنا بنقوله في الفلاحين، ادوا العيش لايه؟ لخبازه، مش اديه لمؤاخذة الواحد، مش عايزين نقول الفاظ خارجة، لا، واحد صاحب محسوبية ولا قريب فلان ولا متجوز ولا مناسب فلان يجي يركب على الكرسي، هو ده المطلوب وتنفس خلاص شكرا. يبقى هنيجي بتعليم منين؟ ده احنا كده بننصب على بعض، ما بنمشيش صح بما يرضي الله. فاذا كنا عايزين نرضي الله سبحانه وتعالى من هذا المنبر، انا بقول المخلصين المتخصصين يتعين عليهم انهم يرضي الله سبحانه وتعالى، المناهج تنقح ويشال الحشو منها ويضاف اليها السمين، الطالب يتعلم كيف ينتقل معلومه واستخرجها من الكتاب. وانا شفت بعض النماذج بتحصل دلوقتي ان هو يعلمه يقول له اعمل لي بحث في كذا من على النت، يبقى الطالب او التلميذ بيتعلم كيف يستخرج المعلومه بنفسه، انما انا مش قاعد في الفصل بالطريقه العاديه دي، يبقى عمرنا ما هنتقدم ولا عمرنا ما هنتعلم. فانا وجهه نظري ان الفرد اللبنه الاساسيه في بناء المجتمع تفرغ من مضمونه، لابد ان يعاد بناؤه من جديد، وليكن بفصل الجيل اللي طالع عن الجيل القديم، لان الجيل اللي طالع ده لازم يعدله مدرسين اكفاء في جميع المناحي، من اول رياض الاطفال الى ان يتخرج من الجامعه. النهارده بضيع منه 21 سنه من عمره، والاخر بدله شهاده وهو فاقد، لا يستطيع ان ينفذ بها شيء. حقوق بيطلع لازم يروح يتدرب عن في مكتب محامي من جديد تاني، يضيع 3 سنين ولا سنتين تاني من عمره بعد 21 سنه. طب ده هيتجوز امتى وهيفتح بيت امتى وهينتج؟ لا، ده هو لا مؤاخذه لو كنت انت طلعته على دبلوم وشغلته مع محاراتي كان احسن. ما هم دول قلموا بالثوره ليه؟ خلاص وصلت الى الحرقوم، لا مستقبل ولا امل في جواز ولا امل في وظيفه ولا امل في اي شيء. طب ده يروح فين؟ طلع بالثوره، وللاسف الشديد عملت ايه الثوره؟ عمالين بننقط شغل بالقطاره، كل يومين ننقط بالقطاره، سياسه النفس الطويل، لان كله ايه؟ يقعد، وانتهى الامر الى وقضي الامر على هذا. فالنهارده لابد من اصلاح منظومه التعليم بالكامل. لجنه او هيئه او مؤسسه سميها زي ما تسميها، هؤلاء ينتقوا من افضل العناصر اللي ترضي الله سبحانه وتعالى، اخلاص ووطنيه وعلم، ويبقى معاهم في هذه المنظومه اللي بينفذ العمل، لان في مسافه بين العلم وبين التنفيذ العمل. الوزير فوق واخد دكتوراه، والمدرس طبعا في جو لا مدرسه مكتمله ولا ادوات ولا اي شيء، كله يروح يفتش عليه، تلاقي التفتيش عليه على دورات المياه. بقالنا 3 سنين او 4 سنين من قبل الثوره كل المهمه دورات المياه نظيفه ولا لا، في مسجد معمول في المدرسه ولا لغتوه ولا لسه ما لغتوش، لان التعليمات جايه ان ما يبقاش فيه مساجد في المدارس. طب نروح فين يعني؟ الناس تروح فين؟ المدرس لا انت مديله امكانيه ولا مديله مرتب ومفضيه من مضمونه وما فيش وسائل تعليميه ولا اي حاجه خدميه عليه، وفي كمان تقارير طبيه بتتعمل له، كل ده يروح فين المدرس؟ يبقى لازم يسيب المدرسه ويروح يروح ويضحك عليك. فانا بقول اللي يرضي ضميري واللي يرضي الله سبحانه وتعالى من هذا المكان، لو اتيحت لي الفرصه ان انا اكون مع اللجنه دي، لن اكتب كلمه ولا حرف ولا نص قانوني الا اللي يرضي ضميري امام الله سبحانه وتعالى، وهقولها علنا لاي مسؤول ما بيرضيش ضميره، هقول له انت ما عندكش ضمير، ارضي الله عشان بلدنا تتقدم. ولو ان كل القائمين راوا ضميرهم سنه صغيره وعرفوا انهم هيقابلوا رب وهيسالوا عن كل اللي بيعملوه، بلدنا هتتقدم في ظرف سنه واحده. اللي بيقول لك احنا ما عندناش وما عند، لا عندنا كل شيء، بس كل شيء منهوب وكل شيء عشوائي وما فيش حاجه مرتبه. النهارده انت لما بيتك يكون مش منظم وان الكهرباء تقطع عليك، لو عايز تجيب حاجه من البيت مش هتجيبها نهائي، لكن لو بيتك منظم والكهرباء قطعت عليك هتخش في المكان هتحسس هتجيبها وتطلع. فاحنا عندنا عشوائيه في كل شيء. اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يوفق القائمين على هذا المؤتمر والمخلصين يشتركوا ويضعوا منظومه مخلصه لهذا الوطن للتقدم، لان بدون بناء فرد سليم واعي ومدرب وعلى كفاءه وتدريب كافي لن تتقدم مصر. لان مثال صغير النهارده عشان تصرف على الفرد الغير مثقف الغير واعي اللي ما عندوش اخلاقيات امن، لو عملت نص المجتمع امن على النص الثاني مش هيكفي. يعني احنا لو قسمنا 10 امن على 10 افراد مش هيعرفوا يحرسوهم، لانه غير واعي وغير مثقف بيعمل اشياء. فمصاريف الامن في الحاله دي لما ينفق منها جزء على التعليم
هتعدل الفرق يبقى الامن هتعمله بايه؟ هتعمله بملاليه. لكن انت بتجيب المنظومه من ورا، مضير العربيه ومشاها بظهرها. اعدل العربيه ومشاها عدل، هتلاقي النفقات بسيطه. اللي انت بتنفقه في الكلام الفاضي هيتحول للاصلاح وللصحه وللتعليم و و و الى اخره. يبقى احنا بنحط الفلوس بتاع البلد في المكان المناسب، بننتج منتج صح يتهافت عليه العالم. بالعلم يتقدم كل شيء، والشاعر قال ايه؟ العلم اقام بيوتا لا عماد لها، والجهل هدم بيوت العز والكرم. اقول قولي هذا، واسال الله لي ولكم التوفيق ان شاء الله. رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب أكيد عايزين تسمعوا طرفة الوقت في كان مرة الحكاية دي حصلت في القضاء. مرة في واحد كان عنده بغلة، وفي واحد تاني عنده مهر صغير. فالرجل الغني القوي الظالم حب ياخد المهر الصغير بتاع مين؟ بتاع الرجل الفقير. فالراجل الفقير قال له المهر ده بتاعي، قال له ده ابن البغلة بتاعتي. فالناس نصحوه ان هو يروح للقاضي، فالقاضي جه. فوقت الجلسة قام القاضي كان ذكي، فقام قال رفعت الجلسة لأن القاضي فاجأه الحيض. فقام قال له هو الرجالة بتحيض يا سيادة القاضي؟ قال له هي البغال بتولد يا راجل. يعني الحقيقة العلم في الإسلام من المواضيع الشيقة جدا ومن المواضيع المهمة جدا، اللي للأسف رغم ان هو معلوم من الدين بالضرورة، ورغم ان هو كالشمس، لكن للأسف وجدنا ان بعض ابنائنا من المسلمين لا يعلمون ان الإسلام هو دين العلم اصلا. وزي ما قال أستاذنا ان اول آية في القرآن الكريم نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولذلك كان هذا هو التعليم. ولذلك من حق سبحانه وتعالى بيقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وربنا بيقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقل رب زدني علما إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني أي الآية فيها تقديم وتأخير، أي أن أشد الناس خشية من الله هم العلماء. ولذلك وردت كلمة العلم في القرآن الكريم 779 مرة. يعني لو قسمناه مع الصور كل صورة يجي نصبها 10 مرات. فالاهتمام الإسلام بالعلم اهتمام عظيم. وأنا مش عايز يعني أطول عليكم أكتر من كده، ولكن الرسول، لأن أنا الحقيقة كنت كاتب آيات كثيرة وأحاديث كثيرة جدا، ولذلك ربنا في النهاية يقول وفوق كل ذي علم عليم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. وفي حدث التأبير النخل، يعني لما احنا بنسميها في اللغة تذكير النخل، يعني التأبير النخل ده، فجه سنألهم لا عليكم ألا تفعلوا. فطلع البلحصيص فقال لهم أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والأمة على أن كل العلوم التي تفيد الأمة هي فرض كفاية بما فيها العلوم الشرعية، يعني العلوم الدنيوية الكونية، العلوم التكنولوجية، كل هذه العلوم، العلوم الطبيعية، كل الميتافيزيقية، كل هذه العلوم والعلوم الشرعية هي فرض كفاية على الأمة. يعني على سبيل المثال لو الأمة ما صنعتش إبرة الخياطة فالأمة كلها آثمة إلى أن تصنع الأمة إبرة الخياطة، ومن الإبرة للصاروخ للأقمار الاصطناعية. يعني هذا الأمر معلوم. ولعل علماء المسلمين، شفنا إن كان منهم علماء الطب، علماء الهندسة، علماء الجبر، علماء الفلك، العلماء في مختلف التخصصات العلمية. العلم في الإسلام الحقيقة بيرتكز على حاجتين مهمين.
أول شيء الاتجاه القيمي الأخلاقي، يعني بمعنى إن هم يكونوا مثال يقتدى بهم في سلوكياتهم، في معاملاتهم، في كل ما ينادون به من الخير ورفاهية البشرية. يعني العلم عندنا في الإسلام مسخر لحضارة البشرية، لرقي الإنسان، لنهضة الإنسان. العلم عندنا يختلف عن العلم عن غيرنا. احنا النهاردة شفنا في القرون الوسطى كيف حرق العلماء في أوروبا، في القرون الوسطى كيف حاربت الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا العلم والعلماء، وكيف أنها حركت العلماء في الوقت الذي كانت تزدهر فيه نهضة أوروبا من دولة الأندلس الإسلامية على جميع أوروبا، ونهضة أوروبا والغرب على المسلمين، بل إن كانوا بيخصصوا بعثات لأمراء وأميرات أوروبا في الأندلس إن هم يقيموا ويتعلموا العلم. العلم عندنا ما كانش حكر على حد، بالعكس العلم للجميع. يعني إحنا ما منعناش علم عن الناس، لأن هذه العلوم هبة من الله تبارك وتعالى، ولذلك لم نمنع يوما علم من العلوم. تعالوا نبص كده إيه الفرق بيننا وبين غيرنا. النهاردة الحرب العالمية الأولى والثانية أما يموت فيها أكتر من 55 مليون واحد، خلي بالك أدى الحضارة العلمية الحديثة إن هي كيف، يعني زي ما قال أحد العلماء، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ إزاي لما إحنا تخلفنا وسبنا ديننا وسبنا عقيدتنا وسبنا العلم، إزاي إن إحنا وصلنا إلى هذا الحال؟ إيه اللي حصل في فيتنام؟ إيه اللي حصل في أفغانستان سواء في الاحتلال السوفيتي أو الاحتلال الأمريكي؟ إيه اللي حصل في الصومال؟ إيه اللي حصل من المجازر في البوسنة والهرسك؟ إيه اللي حصل في جامو كشمير؟ إيه اللي حصل في فلسطين ويحدث اليوم؟ النهاردة إيه اللي بيحصل في سوريا؟ والعالم يقف متفرج، ومسرحية هزلية تقام هنا وهناك في المسرح الدولي ولا أحد يتكلم. أصل روسيا مش موافقة، أصل الصين مش موافقة. طب والله طب لو الكلام ده كان بيجري في إسرائيل، هل كان العالم سيقف بهذا؟ هل العالم كان هيقف هذه الوقفة؟ لا والله إطلاقا. ولذلك اللي ما يجري في العراق وما جرى من ضرب اليورانيوم المنظم، كل هذا هذه الأخلاق، ما جرى في أمريكا من إبادة للهنود الحمر، ما جرى في هذه الأشياء على مستوى العالم. التاريخ مليء. يعني لو بحثنا في التاريخ، هذا هو الفرق بين العلم عندنا والحضارة عندنا وبين العلم عند غيرنا. فلما تخلينا عن الطريق المستقيم الذي يحض على العلم، كانت النتيجة ان احنا خلاص، ان احنا تخلفنا، اصبحنا خلاص، اصبحنا في ذيل القافلة، فلا نلوم غيرنا، وبالتالي افسدوا علينا ديننا ودنيانا. الاتجاه الثاني، يعني يبقى العلم عندنا منضبط باتجاه قيمي اخلاقي. ما ينفعش انك انت هنا تسخر العلم لدمار البشرية، ما ينفعش انك انت هنا تسخر العلم لإفساد البشرية، ما ينفعش انك انت تسخر العلم لإذلال البشرية، وإنما تسخر العلم لرقي البشرية ونهضة البشرية بغض النظر عن الدين، عن اللون، عن الجنس، عن الوطن، عن العقيدة. فالإنسان مكرم، لأن الله عز وجل قال ولقد كرمنا بني آدم. الاتجاه الثاني بيتمثل في تفوقهم في امتلاك أسباب القوة بمختلف أشكالها وألوانها. يعني العلم ده عشان نملك القوة العلمية، نملك القوة العسكرية، نملك ولذلك ربنا بيقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، نملك القوة الاقتصادية، نملك القوة السياسية، نملك القوة الثقافية، قوة الفكرة، القوة الحضارية، القوة الأخلاقية. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ولذلك ده يحتاج منا إيه؟ إن احنا نطور معارفنا وعلومنا وحضارتنا باستمرار لخدمة البشرية. ولذلك